يا صباح الزمالك، صباح الفل والخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه الزمالك في كل مكان. حلقه جديده من برنامجكم نهارك ابيض، حلقه يوم الاثنين 5 اغسطس 2024، وان شاء الله يبقى نهار ابيض سعيد النهارده على كل جماهير الكره المصريه وكل جماهير نادي الزمالك العظيم. ان شاء الله النهارده في الجزء الاخير من حلقتنا يشرفنا وينورنا المحلل الرياضي احمد سمير، وكلام بقى عن مباراه الزمالك النهارده مع نادي ام بي في دوري نايل، وكمان مباراه منتخبنا الوطني الاولمبي. ان شاء الله النهارده تبقى مباراه تاريخيه امام المنتخب الفرنسي، ونوصل لنهائي اولمبياد باريس 2024 باذن الله، بالتوفيق لرجالتنا وبالتوفيق لكل لاعبتنا النهارده في المباراه. يا نادين نهارك ابيض وصباح الفل، وان شاء الله النهارده يبقى يوم خير بقى على منتخب مصر وعلى الزمالك. نهارك ابيض يا خالد، ونهار كل مشاهدينا الكرام على قناه نادي الزمالك، ابيض في كل مكان ان شاء الله. يا رب بالتوفيق ان شاء الله لرجالتنا النهارده، يعملوا مباراه يعني تشرفنا زي ما هم مشرفينا الحقيقه في كل يعني مشوارهم الاولمبي، ومنتخبنا يعني فرحنا ورفع راسنا وحقق تاهل تاريخي طبعا لنصف نهائي الاولمبياد، في انجاز ما حصلش من كتير قوي يا خالد، من سنين كتيره قوي، ومن 60 سنه تقريبا، يعني سنين كتيره جدا. واكتر حاجه الحقيقه هي بتميز الجيل ده يا خالد هي الروح القتاليه اللي باينه قوي عليهم، وان هم كلهم الحقيقه على قلب رجل واحد، وده شايفينه مترجم قوي في اللقاءات اللي هم دخلوها وان هم خضوها، والمباريات الكتير اللي احنا شفنا فيها اداء فعلا منتخبنا كان عامل ازاي، وازاي كلهم على قدر من المسؤوليه وعلى قدر من الرجوله، وقدروا ان هم يعملوا أداء مشرف شفناه في كل المباريات تقريبا، وكان بقيادة كمان مدرب كفء عارف كويس قوي يوظف لعبته ازاي وينجح بالأدوات اللي معاه ازاي، ويوصل لأبعد مدى بالأدوات دي وباللعيبة دي ازاي. وده خلت حاجة مهمة جدا وحاجة ذكية جدا من المدرب، اللي برضو زي ما نقول هو في الأول ما كانش يعني مش كل اللي طلبهم قدر ان هو يكونوا معاه، تعرض لظروف يا نادين فعلا زي ما انت ما كانش سهلة. بالظبط، مستر ميكالي تعرض لظروف اكيد قبل يعني السفر للأولمبياد، لكن مش عايزين نخوض فيها او نتكلم فيها، لكن منتخبنا الوطني الأولمبي بالفعل كتب التاريخ، والأهم انه يواصل بقى كتابته النهاردة، لان الفرص دي مش بتيجي كتير، فرص انك تعدي المجموعات وتكسب اسبانيا وتكسب باراجواي وبعد كده توصل لمرحله النهارده زي السيمي فاينل امام المنتخب الفرنسي. لكن برضه لو هتكلم على صعيد الروح بقى القتاليه والاصرار اللي بتتكلمي عنه نادين، فالفيديو بتاع حمزه علاء طبعا حارس الاهلي مع زيزو لاعب الزمالك، فيديو بيأكد على ان مفيش الوان في اوضه اللبس. صحيح. مع منتخب مصر ليس للالوان وجود على الاطلاق، مفيش فرق بين اهلاوي وزملكاوي واسماعيلاوي ومصراوي، خلاص لبس مصلحه مصر هي اهم حاجه. بالظبط، لبس تيشرت منتخب مصر هو الاساس وهو الاهم من اي نادي وهو الاهم من اي حاجه. وكمان الحاله الجميله اللي ما بين اللعيبه والحاله اللي عاملها زيزو والاجواء اللي ما بين اللعيبه كلها، اجواء برضو بتبين لك على قد ايه الحب والترابط، وان اللعيبه هناك عايشه يعني في بطولة كبيرة ومحفل كبير، بس أجواء أسرية، كلهم إخوات، كلهم يعني أكتر من إن هم مش بس رايحين عشان يلعبوا بطولة، لا كلهم تحس إن في عشرة حتى في الوقت القليل ده ما بين اللعيبة. لكن زيزو مع النني مع اللعيبة الكبار اللي موجودة، أنت بتتكلم على عقلية لعيبة، حاجة تفرح حاجة تشرف إن مصر فيها لعيبة بالشخصية دي والعقلية دي والإمكانيات كمان دي. لو هنتكلم على زيزو يا نادين، لو هتكلم عن النني اللي مقدم بصراحه نسخه في الاولمبياد من محمد. صحيح. النني مختلفه تماما عن محمد النني طبعاً قبل كده، لكن مجهود يشكر. صحيح. لمحمد النني، نفس الوضع لزيزو، نفس الوضع لكل لعيب بيحاول يعمل حاجه لمنتخبنا الاولمبي، وان شاء الله يا نادين النهارده ربنا يوفقهم امام المنتخب الفرنسي باذن الله. ان شاء الله ربنا يوفقهم، عارفين ان احنا هنشوف اداء النهارده احسن من كل مره، وعارفين ان هم فعلا عندهم احساس بالمسؤوليه كبير جدا. وبالظبط الجزئيه اللي انت كنت بتتكلم عليها خالد دي جزئيه مهمه جدا، لان اكتر شيء مهم في اختيار لاعب فوق السن للمنتخب الاولمبي هو عقليته في التعامل مع الشباب. واحنا الحقيقه لو اتكلمنا على زيزو او على النني، فالحقيقه الثنائي مميز جدا
في الحته دي، وهم سند الحقيقه كبير، وكلهم الاكثر خبره والاكبر عمرا والاعلى كنجوميه، مش مخلينهم فوق اللعيبه، بالعكس يعني احنا شايفينهم دايما بيدعموهم وبيدوهم حقهم وواقفين جنبهم، بيدولهم من خبراتهم الكبيره. يعني طبعا لو هنتكلم على زيزو او هنتكلم على النني، الاثنين عندهم خبرات كبيره جدا في الملعب، والاثنين ودايما هادين توجيهات وتعليمات للعيبه زمايلهم طول الوقت، بيدولهم تعليمات طول الوقت، هو ده الطبيعي بيفرق. طبعا، وزي ما انت قلت يا خالد، احنا شايفين روح حلوه الحقيقه في الاولمبيات، وشايفين كده يعني مؤشر حلو ان احنا ان شاء الله نرجع بميداليه تاريخيه لمصر في منافسات كره القدم بالالعاب. وزي ما قلنا ده بسبب الروح الحلوه، وبسبب ان مفيش اهلاوي وزملكاوي ولا انديه خالص داخل الاولمبياد، كل واحد فيهم رايح شايل اسم بلده، كل واحد فيهم بيلعب بتيشرت مصر، بيلعب باسم مصر. فبعدنا بقى عن الانديه وبعدنا عن الانتماءات، كلهم جوه اخوات، وكلهم باين ما بينهم الروح عامله ازاي والحب، وزي ما بنقول النني وزيزو يعني اتنين كبار، لعيبه كبار جدا، عناصر الخبره مع اللعيبه اللي هم دول، عناصر الخبره. وشفت كمان انت يا خالد تعاملهم بقى مع الشباب عامل ازاي، ودي الحاجه اللي تطمن وتفرح بجد في الفتره دي، واللي احنا شايفينه ان شاء الله في المباراه القادمه النهارده يعني بالليل، نشوف بقى ان شاء الله يعني باذن الله نشوف ملحمه جديده من لعيبه المنتخب الاولمبي. وان شاء الله باذن الله يكون مستر ميكالي النهارده موفق في كل اختياراته للمباراه، تكون لعيبتنا ان شاء الله باذن الله النهارده تعمل اللي عليها، تموت نفسها، تاكل النجيله، تقدم زي ما انا بقول مباراه ملحميه النهارده لتاريخ الكره المصريه ولتاريخ منتخباتنا الاولمبيه في محفل كبير زي اولمبياد باريس. وان شاء الله باذن الله احنا النهارده اعملوا اللي عليكم وسيبوا الباقي على ربنا. اهم حاجه ان انت كلاعب تطلع من الملعب وانت راضي عن نفسك، ان انت ما بخلتش بنقطه عرق واحده عن منتخبك الاولمبي او عن بلدك مصر. ان شاء الله باذن الله هنلاعب فرنسا، منتخب ما فيش شك كبير، منتخب بيلعب على ارضه وسط جمهوره والبطوله عنده، ومعاه كمان مدير فني طبعا نادين تيري اوري، يعني لعيب كان جامد جدا في الارسنال وتاريخ كبير جدا مع المنتخب الفرنسي ومع نادي برشلونه والعديد من الانديه الاوروبيه والعالميه. النهارده برضو هيبقى في مباراه من على الخطوط ما بين مستر ميكالي وما بين تيري اوري، برضو مباراه خاصه جدا غير المباراه اللي هتكون في الملعب، لكن احنا اللي يهمنا باذن الله ان منتخبنا النهارده اللعيبه تكون على قدر المسؤوليه ويقدموا مباراه كبيره النهارده ويصعدوا بقى للنهائي، وان شاء الله باذن الله يحققوا انجاز تاريخي يعني ما حصلش قبل كده بالنسبه لتاريخ منتخباتنا الاولمبيه يا نادين لجمهوريه مصر العربيه. فباذن الله كل التوفيق النهارده وكل الامنيات الطيبه لمنتخبنا الاولمبي. نروح بقى لنادينا طبعا نادي الزمالك. بقى نتكلم عنه شويه بالظبط، يعني نادي الزمالك كمان رغم زي ما قلنا الموسم الصعب الحالي، الموسم الطويل اللي مش عايز يخلص، ان شاء الله خلاص فاضل يعني فاضل على الحلو حبه، فاضل خلاص يعني بالظبط ايام ويخلص الدوري المصري. لكن مستر جوميز زي ما احنا بنشوف بقى سياسته وطريقته في الوقت الحالي، بيغير التشكيل، بيريح لعيبه كل ماتش من وجهه نظره، لكن الفريق بعد الفوز الاخير على الجونه خلاص بقى قريب قوي انه يفنش في المركز الثالث على الاقل، ودي حاجه عشان يعملها محتاج كمان ال 12 نقطه اللي فاضلين ليه، يا دوب انت محتاج 3 انتصارات وتعادل عشان تفنش الدوري في المركز الثالث، ولو ان ده زي ما قلنا قبل كده لا يليق اكيد بنادي الزمالك. نادي الزمالك اكيد يا نادين هدفه دائما ان هو يكون في المركز الاول، لكن الظروف بقى والحاجات اللي حصلت من اول الموسم لحد دلوقتي، احنا مش هنتكلم عن الموسم ده يا خالد، احنا لو اتكلمنا عنه يعني مش هنخلص. بالظبط هي اللي حكمت اللي الزمالك يبقى طبعا في الوضع ده، لكن احنا نادين بنامل ان شاء الله باذن الله الموسم الجديد بقى ومع تحضيرات الموسم الجديد مستر جوميز مجلس الاداره ان شاء الله باذن الله يبقى فيه تدعيمات، يبقى فيه صفقات يوفروا للراجل اللي هو عايزه عشان باذن الله يبتدي الموسم الجديد يا نادين بشكل مختلف، شكل جديد نادي الزمالك، يقدر نادي الزمالك يرجع تاني لمنصات التتويج ويرجع تاني لمكانته الطبيعيه. صحيح، لكن النهارده نادين مباراه انبي مباراه مهمه. صحيح، انا عايز اخد برضو من كلامك واكد، احنا فعلا يا جماعه تركيزنا كله هيروح للموسم الجديد، بنتمنى نشوف يعني طبعا دوري بقى يبقى خالي من الغلطات ومن يعني المشاكل ومن الحاجات اللي احنا شفناها في الدوري اللي طبعا لا يليق ان هو يكون الدوري المصري الممتاز. طبعا بنتمنى في الموسم الجديد اللي خلاص هو قرب جدا ان احنا نشوف
حاجات مختلفة تماما، ونشوف بقى مواعيد ثابتة ومواعيد محددة للمباريات، ونشوف عدالة، ونشوف كده التحكيم كمان يكون مختلف تماما عن الموسم ده. ولكن لو هنرجع لنادي الزمالك في الموسم اللي احنا فيه الكبيس اللي احنا زي ما بنقول ما بيخلصش ده، عايزين نتكلم بقى عن الفوز الأخير اللي اتحقق على الجونة. الفوز ده يا جماعة هو رفع رصيد الزمالك ل 49 نقطة من 30 مباراة في المركز الخامس، بفارق 3 نقط عن المصري الثالث اللي لعب مباراتين أكتر مننا، ونقطة عن مودرن سبورت الرابع اللي برضه هو كمان لعب مباراتين أكتر مننا. بالتالي مهم قوي الفريق وهو بيحقق الأهداف اللي حاططها جوماز من إراحة الكبار ومن إشراك اللعيبة الشباب ومنح الفرصة للعناصر البديلة والعناصر الصغيرة وخلافه، أنه في نفس الوقت يحقق ترتيب معنوي يساعدنا نبدأ الموسم اللي جاي بمعنويات مرتفعة ومعنويات أحسن. زي ما خالد قال، مش أبدا هدفنا هو المركز الثالث على فكرة، ومش ده اللي هيفرحنا كزملكاوية، ومش ده المطلوب مننا. لا بالعكس، نادي الزمالك دايما بينافس على الألقاب وبينافس على أي بطولة بيدخل فيها، بينافس أنه هو يكون رقم واحد فيها، وإحنا كزملكاوية كمشجعين وكمحبين للنادي ده ما نتمناش أبدا نشوفه في مركز ثالث ولا رابع، ولا نبقى فرحانين حتى لما نوصل لده ولا تاني حتى. بالزبط. مش هنبقى فرحانين، ولكن لازم المعلومة دي يا جماعة احنا نركز فيها. احنا دلوقتي ما عندناش يا خالد خيارات اخرى، ما عندناش حاجة نقدر نعملها في الدوري في الموسم ده، فالاحسن لينا واللي هيدينا دفعة معنوية واللي ممكن يدخلنا الموسم الجديد، واحنا يعني احنا معلش يا جماعة عدينا مشاكل كتير، تخبطات كتير، عقبات كتير، ايقاف قيد ونرفعه وبعدين يحصل ايقاف تاني، غرامات، عندنا مشاكل كتيرة جدا. لما في ظل كل المشاكل دي نفنش تالت، بيتهيألي خالد دي حاجة تدينا دفعة فعلا معنوية انه احنا رغم كل الضغوطات اللي احنا بنقع تحتها دي قادرين ننافس، ولو يمكن المشاكل دي ما كانتش عندنا كنا نفوز بالدوري وناخد اللقب. هي المشكلة في حاجة، المشكلة ان المشاكل دايما اللي بيمر بيها نادي الزمالك على مدار تاريخه، واللي بيمر بيها نادي الزمالك على مدار لو هنتكلم حتى يعني من الاجيال اللي لسه طالعة اللي عاشوا ال20 سنة الاخيرة، لو حصلت مع اي نادي تاني، اي نادي تاني جماهيري، ما مفيش شركة طبعا، مستحيل يبقى ده موقف في نادي شركات او نادي مؤسسات، مش طبعا مش هينفع يمر بالوضع ده او مش هيوصل للمرحلة دي. لكن لو في نادي شعبي مر بالظروف اللي مر بيها نادي الزمالك، والله يا جماعة كانت الناس فعلا عرفت الحاجات اللي بتحصل، وكانت الناس فعلا عرفت بقى يعني انها دايما تشوف الفرق بين النادي ده ما حصل له كذا والنادي ده ما حصل له كذا بقى وضعه ايه. لكن هو للأسف ده يعني نصيب نادي الزمالك وإرث نادي الزمالك المتوارث بقى على مدار السنين اللي فاتت. لكن ان شاء الله بإذن الله الخير في اللي جاي والخير في الناس اللي موجودة. تخيلنا فترة رفاهية يا خالد، يعني لو احنا كده في فترة مشاكل، تخيلنا لما نكون في فترة رفاهية. لا ما الزمالك بس يعني ادي للزمالك 4 سنين استقرار وشوف بعد كده نادي الزمالك هيحقق ايه. ادي نادي الزمالك في كل حاجة بقى، في الماديات، في اي حاجة زي الاندية التانية، شوف نادي الزمالك هيوصل لفين. صحيح. لكن ده قدرنا وده نصيبنا، لكن زي ما قلت بإذن الله المتفائلين الفترة اللي جاية. مجلس إدارة نادي الزمالك يعني زي ما انتم شايفين الناس في 8-9 شهور بيحاولوا يعملوا كل اللي عليهم وأقصى كمان من اللي عليهم، كل ما يحلوا حاجة تطلع لهم حاجة، كل ما خلاص نقول هنبتدي بقى نركز في حاجة تانية نلاقي حاجة تانية طلعت من تحت الأرض، زي المبالغ المالية اللي كانت على نادي الزمالك من بعض اللعيبة اللي جم بقى، اللي جه يومين واللي لعب ساعتين واللي لعب ماتشين بيطالبوا نادي الزمالك بمبالغ كبيرة. لكن بإذن الله الوضع يتحسن الفترة الجاية، وإن شاء الله بإذن الله مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي شغال على تلبية طموحات جماهير نادي الزمالك وتلبية أحلام جماهير نادي الزمالك بالنسبة للفريق الأول وبالنسبة لكل الفرق الألعاب الجماعية والفردية داخل نادي الزمالك خلال الفترة اللي جاية. لكن كل التوفيق نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، مستر جوميز يقدر إن شاء الله يحاول يستفيد بقدر الإمكان من الفترة الحالية نادي الزمالك، إن هو يحاول يوفر لعيبه من قطاع الناشئين، يحاول يوفر على نادي الصفقات. انا برضو عايزه اوقفك عند النقطه دي، ان الناس في ناس كتير قوي كانت معترضه على فكره الشباب ومعترضه على فكره ان هو بيدي للشباب او العناصر الصغيره البديله او بيديهم فرصه، وكانوا متضايقين من نتائج الزمالك، شايفين ان في اداء احسن، شايفين انه ليه الاعب لعيبه صغيره ولاعيبه شباب وانا عندي لعيبه الكبار اللي انا واثق من مستواهم وواثق من ادائهم. ولكن يا جماعه النهارده لو هنيجي نبص، لا احنا طلعنا
عناصر كويسه، والخطوه اللي خدها مستر خوسيه جوميز دي فادتنا بشكل كبير جدا، حتى خصوصا ان انت مش مطالبه بحاجه، احنا مش مطالبين بحاجه، وده اللي انا عايزه اوصله. بس هو جمهور الزمالك دايما اتعود على المكسب، احنا كزملكاويه على فكره بتلعبي بناشئين، بنلعب باي يعني حد في التيم، احنا لازم نكسب وبنلعب على المكسب دايما. لكن صحيح. بما ان انت خلاص كده بس كانت خطوه مفيده يا خالد بالظبط. اه طبعا طلعت لنا لعيبه زي مجدي، زي محمد السيد، زي الشناوي اللي كل الناس ياسر الشناوي بالظبط، لعيبه كبار جدا ان شاء الله باذن الله يبقوا لعيبه كويسه مستقبل في نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. فباذن الله كل التوفيق للجهاز الفني نادي الزمالك، كل التوفيق لتيم نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه، والاهم اكيد كل التوفيق لمجلس اداره نادي الزمالك خلال المرحله القادمه. دلوقتي بقى خلونا نقول لكم اخر اخبار نادي الزمالك وفقره اقرا الخبر. نبدأ اخبارنا الزملكاوية، واختتم الفريق استعداداته امبارح على ملعب النادي استعدادا ان شاء الله لمواجهة امبي المقرر ليها النهارده، تكون الساعة 9 مساء في استاد القاهرة الدولي في المباراة المؤجلة من الجولة ال 22 من دوري نايل. وكان مستر جوزيه جوميز مديرنا الفني كان ليه جلسة مع اللعيبة على هامش المران الختامي، و اتكلم مع اللعيبه ان هم لازم يواصلوا الانتصارات واللي استعادها الفريق الفتره اللي فاتت او الجوله اللي فاتت بالفوز على نادي الجونه بهدف نظيف مقابل لا شيء. وكمان اتكلم المدير الفني مع اللعيبه على اهميه الحفاظ على مسيره الانتصارات دون النظر لابتعاد الفريق عن المنافسه على لقب الدوري لتحسين موقف الفريق في جدول المسابقه. وشدد مستر جوميز ان الترتيب الحالي في جدول الدوري اكيد لا يليق باسم نادي الزمالك، وعلى اللعيبه ان هم يصححوا هذا الوضع لاستعاده الثقه في تحقيق بطوله الدوري في الموسم القادم، وده اللي اكيد كل جمهور نادي الزمالك بيأمله ان شاء الله خلال الموسم القادم. كمان حصل خوسيه جوميز المدير الفني للزمالك على تسجيل عدد من مباريات ام بي بمسابقه الدوري من اجل طبعا دراسه الفريق جيدا قبل المواجهه اللي هتجمع بينهم النهارده يوم الاثنين. وفر جهاز المعاون لجوميز عده مباريات لفريق ام بي في جولاته الماضيه من اجل الوقوف على نقاط القوه والضعف بالفريق المنافس، بالاضافه الى تقرير فني مكتوب يتضمن ابرز ايجابيات وسلبيات الفريق وابرز لاعبيه. وقام الجهاز الفني بقيادة الماستر خوسيه جوميز بوضع الخطط الفنية المناسبة وخطة اللعب اللي هنواجههم بيها النهاردة. إن شاء الله بنتمنى كل التوفيق وكل الفوز لفريقنا النهاردة، يقدم مباراة مميزة ويفوز إن شاء الله بثلاث نقاط جديدة هتفرق معانا بشكل كبير في مسابقة الدوري إن شاء الله. كمان مستر جوزيه جوميز مديرنا الفني كان ليه تعليمات خاصة للمهاجمين على هامش المران الأخير امبارح قبل المواجهة امام نادي امبي النهارده في الدوري. وكان مستر جوميز يعني اكد على اللعيبه ان هم لازم يستغلوا الفرص التهديفيه اللي هتتاح ليهم، وان الفريق كمان عانى خلال الفتره اللي فاتت او المباريات الاخيره ان هو بيضيع فرص كتير، فرص تهديفيه بتبقى قريبه من المرمى اتسببت في خساره الفريق لبعض النقاط المهمه اللي في مباريات الدوري. وكمان طالب مستر جوميز اللعيبه بالتاني والهدوء في انهاء الهجمه وعدم التعجل لإنهاء الهجمة بالشكل السريع، عشان إن شاء الله بإذن الله يعني مستر جوميز من خلال كلامه إن هو يبقى فيه هدوء من اللعيبة، يبقى فيه ثقة أكتر، عشان يعني أما تيجي قدام الجول أو أما تيجي في الثلاث خشبات في الـ18 تكون اللعيبة في كامل تركيزها ويقدروا إن هم يعني يحرزوا العديد من الأهداف. كمان حرص خوسيه جوميز المدير الفني للزمالك على تخصيص فقرة فنية في مران الفريق بالتسديد على المرمى واللي كانت في نهاية المران الأخير امبارح يوم الأحد. وجاءت رغبة جوميز في تخصيص فقرة التسديد على المرمى لأهميتها كسلاح هجومي قوي للفريق، طبعا مستغلا لامتلاك الفريق عددا من اللاعبين أصحاب التسديدات القوية. وشدد خوسيه جوميز على لاعبيه بضرورة استغلال سلاح التسديد حيث أعطى تعليماته للاعبين بالتسديد على طول لما تتاح ليهم الفرصة، زي ما انت قلت يا خالد ما يستنوش يبقوا على أتم جاهزية أو لما يجي الفرصة على طول يعني يسددوا في المرمى. نروح للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اللي أعلنت عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وإنبي النهاردة إن شاء الله في مسابقة الدوري المصري الممتاز. ولجنة الحكام كان يعني النهاردة عين طاقم الحكام والحكم محمود ناصف، وهيعاون كل من عمر فتحي وطارق مصطفى، وهيكون حكم رابع
نادر قمر الدولة، وهيكون في غرفة تقنية الفار كل من كابتن أمين عمر وكابتن محمود الدسوقي. إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق النهاردة لطاقم تحكيم مباريات اليوم. ونختم الأخبار. وتلقى مسؤول نادي الزمالك اختارا رسميا من اتحاد الكرة بتحديد موعد مباراة الفريق أمام طلائع الجيش في الدور الـ16 من بطولة كاس مصر، وحدد اتحاد الكرة التاسعة مساء يوم الأربعاء 21 أغسطس الجاري موعد لمباراة الزمالك وطلائع الجيش، واللي ستقام باستاد القاهرة الدولي. بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في المباراة القادمة. نروح لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، اللي أعلن عن التعاقد مع عمر عزب لاعب منتخب مصر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء. وقع عمر عزب على عقود انضمامه لنادي الزمالك لمدة 3 سنوات، وذلك خلال الجلسة اللي جمعته مع رامي نصوحي عضو مجلس إدارة النادي. وبيأتي التعاقد مع عمرو عزب في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة والحفاظ على أبرز النجوم لحصد المزيد من الألقاب خلال الفترة القادمة. يعني خطوة إيجابية وخطوة مهمة جدا من مجلس الإدارة، التعاقد مع لاعب بحجم عمر عزب. إن شاء الله بإذن الله يكون قادر على صنع الفارق مع الفريق الأول لكرة السلة خلال المنافسات القادمة لنادي الزمالك. بعد ما خلصت أخبارنا الزملكاوية أكيد هنقول لكم آخر الجديد على الساحة العالمية، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا. أهلا بكم من جديد، وقبل ما نبدأ جولتنا العالمية خلينا نروح لباريس. منتخبنا الأولمبي النهاردة بقيادة البرتغالي ميكالي الساعة 10 مساء اليوم عنده لقاء حاسم أمام منتخب فرنسا على ملعب بارك أولمبيك ليون في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024. منتخبنا الأولمبي هيدخل المباراة بحثا عن الفوز والتأهل للمباراة النهائية والتمسك بالحصول على ميدالية أولمبية في هذه النسخة من الأولمبياد، خاصة وأن دي هي أول مرة بيوصل فيها المنتخب لنصف النهائي من 60 سنة. تفاصيل جلسة ميكالي مع لعيبة المنتخب في المران الختامي امبارح استعدادا لمواجهة فرنسا. طبعا المدرب طلب من اللعيبة نسيان كل المباريات اللي فاتت بأفراحها وبانتصاراتها والتركيز بس على مباراة فرنسا، وبذل كل الجهد اللي عندهم، وكمان يكون في جهد مضاعف لهزيمة أصحاب الأرض والتأهل للنهائي. خليني كمان كده أقول لكم أن كل الأخبار والتقارير اللي جاية من فرنسا بخصوص زيزو إصابته وهل هو هيلحق المواجهة ولا لأ بتقول أن ميكالي غالبا هيفضل أن هو يريح زيزو لغاية ما يتعافى من إصابته تماما. زيزو كان عايز بالفعل أن هو يلعب ويتحامل على نفسه، وطلب ده من الجهاز الفني علشان يساعد زمايله في المواجهة الصعبة، ولكن القرار النهائي في إيد طبعا الجهاز الفني، واللي وفقا لكل التقارير هيريح اللاعب علشان ما يخسروش أكيد في المباراة اللي جاية، سواء بقى كنا فزنا فهنلعب على النهائي أو لا قدر الله لو ما فزناش فهنتنافس على البرونزية. عايز أقول لك برضو إن امبارح دكتور طارق سليمان كان في تصريحات لي قال ان اللاعب ان شاء الله باذن الله جاهز يقدر يلعب المباراه طبيا للمباراه، لكن النهارده في حاله الفوز في حاله الخساره فانتوا يا رجاله شرفتونا، انتوا رفعتوا راسنا، الكوره في الاخر مكسب وخساره. صح. لكن اهم حاجه انت كلاعب تعمل اللي عليك، زي ما انا قلت يعني ما فيش حد يبخل بنقطه عرق واحده على منتخب مصر النهارده. اعمل اللي عليك ان انت تكون راضي في الملعب ان انت خلاص مفيش حاجه كنت ممكن تعملها وما عملتهاش، وان شاء الله ربنا يتوج بقى مجهوداتهم وكل التعب اللي هم يعني عايشوا فيه بفوز وبميداليه غاليه جدا لمصر. واحنا كده كده اكيد فخورين باللعيبه حاله الخساره حاله الفوز منتخبنا طبعا. انتوا كده كده شرفتونا وانتوا كده كده رفعتوا راسنا، وباذن الله بنتمنى لكم النهارده كل التوفيق ان انتوا تواصلوا الانجاز التاريخي اللي بيتحقق هناك في اولمبياد باريس 2024. لسه في باريس، ووصلت بقى مصر لربع نهائي منافسات كرة اليد في الأولمبياد، واللي فيها النهاردة إن شاء الله منتخب مصر يعني عنده موعد مع إسبانيا، هتكون مباراة نارية، هيكون إن شاء الله بإذن الله يوم الأربعاء. أنهى منتخب اليد الدور الأول في المركز الثاني في مجموعته بعد الفوز على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 34-27 في ختام دور المجموعات.
خليني اقول لكم ان مواجهات ربع نهائي كره اليد في اولمبياد باريس هتكون المانيا وفرنسا واسبانيا ومصر والنرويج وسلوفينيا ومنتخب الدنمارك مع منتخب السويد. مباراه مصر واسبانيا هتكون زي ما انا قلت يوم الاربعاء، هتكون الساعه 10:30 مساء باذن الله. برضو كلنا منتظرين رجاله اليد، وكلنا برضو فخورين برجاله اليد ان هم يحققوا انجاز تاريخي، وليه لا؟ ليه ما نوصلش للمباراه النهائيه؟ لا وادائهم مبهر والله يا خالد. طبعا دول كوماندوز، دول بقى دول يعني عتاوله اللعبه، مشرفينا بجد في كل بالزبط. يعني الاوقات الحقيقه بنتمنى لهم اكيد كل التوفيق، كل هم وكل الالعاب الرياضيه اللي بتخص مصر ان شاء الله في اولمبياد. خلينا بقى بالحديث عن منتخبنا كده ناخد كابتن حماده طلبه نجم منتخب مصر طبعا والسابق والزمالك السابق، خلينا كده ناخد المداخله الهاتفيه دي. وبرحب بيك يا كابتن، صباح الخير عليك. مقاتل بقى كابتن حماده طلبه، نهارك ابيض. نهارك ابيض يا خالد، ازيك؟ انا فين، عامل ايه؟ طبعا كل يا كابتن، ايه الاخبار؟ ودايما منورين كده على طول يا رب. كابتن حماده، النهارده مباراه محتاجه مقاتلين زي حماده طلبه كده في المنتخب. لا والله طبعا عاوزين نقول الف الف مبروك لمنتخب مصر، عاملين بطوله محترمه. صحيح. بطوله كويسه بصراحه، لعيبه رجاله، لعيبه على قد المسؤوليه. طبعا حابب اشكر طبعا اللعيبه الكبار، اللعيبه الخبرات زي مني زي زيزو، لهم دور كبير جدا. وبصراحه الاتحاد مساند المنتخب بشكل كويس جدا. وعاوزين نشكر طبعا الكابتن محمد بركات، بصراحه عامل روح جميله في المنتخب. صحيح. لما تكون انت خسران في اخر وخلاص خسران والماتش انت خلاص بيروح منك وتجيب جون في اخر دقيقه وعندك روح قتاليه، دي بيديك دفعه ان انت ان شاء الله باذن الله تكون قريب من البطوله. سعداء جدا باللعيبه كلها، اللعيبه كلها بتأدي على اعلى مستوى بصراحه، اكتر من لعيب ما كانش بيشارك في النادي في الانديه بتاعته. ودلوقتي ما شاء الله شايفين احمد عيد، شايفين حمزه، شايفين لعيبه كتير، محمد شحاته ما شاء الله بيأدي بشكل كويس بالظبط، ابراهيم عادل حاجه تفرق، احمد عيد وكلهم. اللعيبه مش عاوز انسى حد، اللعيبه كلها بصراحه لعيبه رجاله. وعاوزين يعني واحد زي النني، معلش انا واحد من الناس كلها كانت بتقول لك النني مبطل، النني ما بيشاركش، لا النني عاد مستواه بشكل كبير جدا. النني تحس اللي هو اصغر لعيب في المنتخب الاولمبي، الراجل بيأدي، الراجل بيقاتل، حاسس اللي فيه مسؤوليه، والاختيار كان صح اللي يكون النني موجود. لا ان شاء الله باذن الله، انا شايف المنتخب ماشي بخطه ثابته، وان شاء الله باذن الله النهارده برضه يفرح مصر كلها، الناس كلها بقت مركزه قوي مع المنتخب. لا ان شاء الله انا شايف النهارده باذن الله يكون خير للمنتخب. بمناسبه النهارده يا كابتن حماده، يمكن النهارده مباراه مصريه، وانت كلعيب بقى مثلت منتخب مصر، عشت مثل هذه الظروف، فانت النهارده لو لعيب هتفكر في ايه قبل المباراه؟ قبل المباراه طبعا لازم اللي احنا كلعيب الاول نقعد مع بعض. ما ينفعش ان المباراه تطلع لازم تطلع كسبان المباراه. انت النهارده كانت دي بطوله مهمه جدا، والمنتخب الاولمبي عمره ما وصل في المرحله دي، في المرحله ديت. انا شايف ان ديت ان شاء الله يكون تاريخ ليهم، وتاريخ كبير جدا للعيبه الموجوده حاليا. اتمنى ان اللعيبه طبعا لازم تتكلم معاهم، اللعيبه ديت هيجي لها عروض وانا متفائل خير بيهم. لازم اللعيبه دي تتلم مع بعض ان شاء الله. المباراه دي ما ينفعش ان هي تطلع كده، لازم اكون هادي. خلي بالك برضو بتلعب فرنسا على ملعبها في وسط جمهورها، لازم اكون هادي. ما تسرعش، ما ندفعش من اول المباراه. ما تنساش برضو اللي احنا عندنا لعيبه مجهده كتير جدا. صحيح. ولاعيبه عندها اصابات، ديت هتبقى يعني انا بشكرهم طبعا ان انت كل يومين ثلاثه بتلعب مباراه، دي صعبه جدا يا خالد. اسبانيا وباراجواي في فرنسا كابتن طبعا، ومنتخبات تقيله جدا بالظبط. لازم اللعيبه دي تكون الاستشفاء بتاعها 100%. وانت معلش برضو انت في الدوري بتاعك هنا في نهايه الموسم، يعني اللعيبه دي برضو لازم الاحمال بتاعتها تبقى قاديه. انما النهارده لازم احنا عندنا لعيبه خبرات زي بقول لك النني وزيزو، دول ان شاء الله باذن الله كلهم دور كبير جدا. وانا متاكد ان هم قعدوا مع اللعيبه واتكلموا. طبعا انت بتتكلم في لعيب عنده 23 سنه بيبقى مندفع، عاوز يلعب، عاوز لا دورهم اللي هم يهدوا الدنيا. ما ينفعش ان من اول ربع ساعه اقعد اضغط اضغط تلاقي نفسك وقعت. لا ان شاء الله باذن الله انا متفائل بيهم خير، والحمد لله احنا عندنا لعيبه رجاله، وطول عمر منتخب مصر يطلع لعيبه رجاله.
صحيح يا كابتن. يعني عايزه اسالك برضو على اللعب، بما اننا اتكلمنا على اللعيبه المصابه واللعيبه اللي مش هتلعب، شايف ازاي غياب احمد عيد عن المباراه تاثيره هيكون عامل ازاي، وازاي ممكن نعوضه يا كابتن؟ كمان شفنا برضو لاعب مهم جدا زي زيزو والاصابه بتاعت زيزو، وشفنا كلام انه هيلعب لا مش هيكون جاهز للعب، شايف ازاي هنعوض غيابات مؤثره زي دي؟ الاول خلينا نتكلم على احمد عيد وبعدين نتكلم على زيزو. طبعا احمد عيد لعيب زي ما بقول لحضرتك الفتره اللي فاتت دي ما كانش بيلعب مع النادي المصري، وكان اختاره في النادي المصري اختيار صح. هو رجع في بدايه النادي المصري رجع بمستواه، وبعد كده قعد تاني جاله اصابه. قعد الراجل لما راح منتخب مصر عاد مستواه بشكل كبير جدا. عاوز اقول لك اللي هو من اهم اللعيبه في الحته ديت موجوده في منتخب مصر. الراجل بصراحه عمل ماتشات كويسه جدا والناس كلها اشادت بيه. صحيح. ودايما حته الباك رايت ديت نادين بيبقى فيها مجهود كبير جدا، طول الوقت سبرنتات، طول الوقت تغطيات، بيبقى دور عليك كبير جدا. انت عاوز تروح تربع اوفر وعاوز تدافع في نفس الوقت، انت لعبت في المكان وتعمل مسافه كبيره جدا. ما تنساش ان ده مركزي. ايوه بالظبط، انا بقول لك انت كنت موجود في المكان ده. لا بيبقى اجهاد كبير جدا، انما احنا النهارده باذن الله عندنا ممكن طبعا منتخب مصر هيخسر احمد عيد بشكل كبير جدا. بس خلينا نقول النهارده عندنا محمد شحاته ممكن يأدي في المكان ده، وشفناه في نادي الزمالك أدى بشكل كويس. لعيب مقاتل، لعيب عنده روح. يعني انا شايف اللي من اللعيبه اللي هتبقى مهمه جدا لعيب جوكر، يلعب في اكتر من حته وعنده روح قتاليه كبيره جدا. انا شايف اللي هو ممكن يعوض غياب محمد شحاته. عندك يعني زيزو من اللعيبه المهمه جدا طبعا في المنتخب برضه، يعني لعيب ما شاء الله بيعمل كميه سبرنتات بشكل كبير، طول الوقت بيدافع بشكل كبير جدا. خلينا نقول ان طبعا وزيزو برضه في نادي الزمالك بصراحه لعب معظم المباريات، يعني كتر خيره احنا في نهايه موسم. صحيح. يعني اكيد لازم يجي له اجهاد، لازم يجي له شد بدنية. ده حاجه طبيعيه في الكوره، واحنا عارفين بكده. لازم لما بتيجي تفنش دوري يعني دي بتبقى انت. صحيح. لازم تهدي بالحمل شويه. صحيح. النهارده الراجل راح عمل حمل زياده عليه في المنتخب. طبعا طبعا. فانت شايف يعني طبيعي جاذف بيه يا كابتن؟ يعني احنا المعلومه اللي عندنا انه زيزو الحمد لله جاهز بدنيا، ولكن انت شايف يعني نجازف ونلعب بزيزو ولا نستنى عليه علشان ما نخسروش طبعا في ماتش الفاينل؟ بص يا نادين، انت اي لاعب دلوقتي في التوقيت دوت هتروح تقول له انت مصاب هنريحك؟ مش هيقول لك لا. هو زيزو مش هيقول لك. هو زيزو مطمن النوعيات دي، يتحمل المسؤوليه جدا. دي حقيقه. دي حقيقه. انما زيزو بصراحه يعني لا، من اللعيبه الرجاله ممكن يتحمل على نفسه ويكون موجود ويلعب. انما انا كان لو مدير فني وشايف ان الراجل ده اصابته جامده، لا لازم اريحه ولازم انزله بعد كده في بدايه المباراه. احنا كلنا نتمنى ان زيزو يكون موجود طبعا، بس طبعا الاجهاد لما بتبقى انت مجهد يا نادين بتبقى مشكله بالنسبه لك جدا، ممكن تعول معاك لاصابه كبيره تعطلك بتعطلك اولى. وزيزو عنده خبرات. طبعاً. يعني زيزو عنده خبرات وعنده خبرات كبيره جدا، هو اكيد اللي هو اللي هيتحمل المسؤوليه، واكيد هو اللي هيكون شايف نفسه هيقدر يأدي ولا ما يأديش. انما احنا على مستوى الشخص احنا عاوزين زيزو. انما ربنا يكرمه ويوفقه النهارده، هو يكون موجود ان شاء الله باذن الله، ويفرح مصر كلها. كل اللعيبه انت بقى لو هتقول لهم رساله النهارده من واحد يعني من قاده منتخب مصر قبل كده واللي احرزوا بطولات مع منتخب مصر، وما حدش يا كابتن حماده هينسى كره نيجيريا. يعني حبيبي يا خالد ربنا يخليك، لا طبعا الواحد يتمنى اللي هو يكون موجود في منتخب مصر في اي مجال او في اي بوسيجن موجود. انا شايف اللعيبه ديت لعيبه رجاله، لعيبه ان شاء الله باذن الله. انا زي ما بقول لك ده مستقبل ليهم، وهم بيعملوا تاريخ لنفسهم، والمنتخب ده كمان بيكمل منتخب مصر الاول. يعني انا شايف اللعيبه ديت معظمهم يلعبوا في منتخب مصر الاول. ديت رساله ليهم ان شاء الله، انتم باذن الله هتعملوا تاريخ لنفسكم. وكمان في حاجه كده حاجه جميله، انا بتبسطني لما انت النهارده بتحقق بطوله، وبطوله مهمه وبطوله الناس كلها بتتفرج عليها، غير مثلا كاس عالم، لا انت النهارده الاولمبياد دي كل الناس بتشوفها. بالظبط. اتمنى ان انتم ان شاء الله تاخدوا البطوله، وان شاء الله باذن الله يبقى في انتظاركم سياده الرئيس السيسي. يعني حاجه اقبال جميل، بيبقى شكل حلو الناس كلها تتمنى ان هي تشوفه. وان شاء الله باذن الله انا متفائل باللعيبه، بقول لك واللعيبه ان شاء الله يا رجاله. يا رب. واللعيبه ان شاء الله باذن الله انا عارف دلوقتي هم حاسين بايه وحاسين ان هم عاوزين ياخدوا البطوله. كلنا متفائلين يا كابتن حماده. كابتن حماده طلبة بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن، نورتنا وشرفتنا. طبعا كابتن حماده طلبة نجم مصر منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، بشكرك يا كابتن حماده شكرا جزيلا. كل التوفيق النهارده يا نادين، جه منتخبنا الاولمبي النهارده لعيبه رجاله يكونوا على قدر المسؤوليه، وان شاء الله ربنا يوفق مستر ميكالي في كل اختياراته النهارده للمباراه. دلوقتي بقى تعالوا نظبط ساعتنا مع بعض عشان نروح نتعرف على ابرز مواعيد مباريات اليوم ونرجع مره ثانيه.
بيكم في الشارع الابيض. خلونا دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن اكتب يا تاريخ رسالتك لتحفيز المنتخب الاولمبي قبل مواجهه فرنسا بنصف نهائي اولمبياد باريس. خلينا كده نبدا من عند مين يا خالد؟ اراء نبدا من عند لمياء حسن، بنصبح عليكي، وبتقول العبوا برجوله حرب على البطوله. هي دي رسالتي للاعبي المنتخب، انهم يلعبوا بروح وحماس وعزيمه واصرار على تحقيق الفوز في مباراه فرنسا، مباراه قويه وصعبه بس هم قدها ان شاء الله وقادرين على الفوز باذن الله، واحنا كلنا واثقين فيهم وبندعمهم باذن الله يفرحونا الليله بالتاهل للنهائي. وتحياتنا ليكي يا استاذه لمياء. أيمن الفيومي، صباح الخير عليك، إن شاء الله تكملوا إنجازكم التاريخي الغير مسبوق من 60 سنة. المنتخب الفرنسي قوي، ولكن بعزيمة المصريين المعروفة بالقتال المشروع داخل المستطيل الأخضر هنقدر نكسب أي حد. لازم تتمسكوا بحلمكم وحلم كل شعب مصر في الفوز بميدالية لتكن ذهبية لتسطروا أسماءكم بحروف من الذهب وألماس في تاريخ الأولمبياد. كل الدعم والتوفيق للملك زيزو ورفاقه إن شاء الله. تحياتي ليكي ولكل أسرة البرنامج، بشكرك شكرا جزيلا. أحمد عصمت، بنصبح عليك يا أستاذ أحمد، وبيقول عايز أقول لجميع رجالتنا دون استثناء هذه المرة فالجميع يلعب تحت راية منتخبنا القومي. بالفعل أمامكم فرصة سانحة والتاريخ يدون، ونحن سعداء للوصول لهذه المرحلة وبنطمح ونطمع للحصول على ميدالية والعبور للظفر بقى بميدالية أمام أنظار العالم. يلا يا رجالتنا مصر قدها واكتبوا التاريخ. بنشكرك يا أحمد، وبنشكر كل طبعا جمهورنا على السوشيال ميديا، وكل التوفيق نادين لمنتخب مصر. ونختم بقى آراء جمهورنا على السوشيال ميديا من عند معتز ممدوح، صباح الخير عليك يا معتز، بإذن الله هنصعد للنهائي لأنكم رجالة وتقدروا تعملوها وتفرحونا، وإن شاء الله يكون نهائي عربي خالص بين مصر والمغرب ونضمن ميداليتين مش ميدالية واحدة. تحياتي ليك يا نادين ولكل فريق العمل، بشكرك شكرا جزيلا. وأكيد بنشكر كل جمهورنا على السوشيال ميديا، أكيد يعني آرائهم مهمة جدا، وبالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني النهاردة في المباراة يفوزوا ويعني يتوجوا بقى مجهودهم كله داخل الأولمبياد بمباراة النهاردة إن شاء الله، ونكمل الإنجاز يا رب إن شاء الله. دلوقتي بقى خلونا نطلع لفاصل سريع ونرجع لكم بعديه في فقرة سهم وكوس، واللي هينضم لنا فيها النهاردة المحلل الرياضي أحمد سمير مع خالد غانم بعد الفاصل. بجد ترحيب بحضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي وصلنا الجزء الاخير من حلقتنا. خلينا نرحب بالمحلل الرياضي المميز الاستاذ احمد سمير. يا استاذ احمد نهارك ابيض، صباح الفل. نهارك ابيض، وباذن الله يكون يومنا كله ابيض باذن الله. النهارده تبقى الفرحه فرحتين مع نادي الزمالك ومع منتخبنا الاولمبي. لكن هبدا معاك بمنتخبنا الاولمبي. النهارده ما فيش شك مباراه تاريخيه، مباراه ملحميه بالنسبه للاعبتنا. طبعا يعني احنا نحب نقول ان انت قطعت مشوار كبير جدا، لفت الانظار بقوه. دايما كنا بنقول في كرة القدم ما بقاش فيه النجم اللي بيشيل فرقة، دلوقتي بقى وحدة الفريق ووحدة الصف واللعيبة كلها بقت تشتغل بوحدة واحدة، وبالعكس ان دور اللعيبة الكبيرة في الفرقة بقى مش مجرد بس تواجدهم وتأثيرهم في الملعب كلاعبين ليهم قيمة كبيرة فنية، لا بقى تأثيرهم وازاي ألم الشمل اللاعبين الصغيرة وجلسات التحفيز واعتبرهم اخوات الصغيرين وتتكلم معاهم كتير، لا انت ابتديت تحس الاحساس اللي بقالنا سنين ما حسيناهوش في منتخب مصر، التكاتف واللعيبه كلها اللي في صف واحد قوي. افتقدنا ده كتير جدا بصراحه، وشفناه تاني، وهو ده رجع مش بس النتائج الجيده، الاحاسيس دي ابتدى كان مشتاق لها الجمهور المصري ايام الكابتن حسن شحاته. ايوه التكاتف والبتاع كله على قلب راجل واحد والكلام ده كله بالزبط. هو ده المكسب الحقيقي. وعشان كده دايما اقول ربنا بيكافئ المجتهد. يمكن احنا فنيا مش مبهرين بالدرجه الرهيبه، لكن التكاتف ده دايما بيديك، والترابط والتنظيم الجماعي بيديك افضليه. الكوره ما بقتش لعبه فرديه، الروح الجماعيه يا استاذ احمد طبعًا. والاصرار اللعيبه وان هم بيلعبوا على يعني في النواحي الجماعيه بشكل مميز جدا، هو ده اللي خد بالك بيغطي على ممكن فروقات بتبقى لصالح الفريق الثاني. طبعا طبعا. وعايز اقول لحضرتك احنا جالنا في منتخب مصر اجيال اقوى من الجيل ده بكتير ولم يحققوا هذا الانجاز. ليه؟
التكاتف والترابط هو دلوقتي لعبه جماعيه اساسها ان انت هتبقى وحده واحده. صحيح. زي ما احنا كنا بنتفرج مثلا على بطولات اوروبا، نتكلم كنا على منتخب ايطاليا وغيره من المنتخبات، انه ممكن يكون في منتخبات اميز منه في لعيبه عندها قدرات فرديه، لكن هو كان المستوى الجماعي. المنتخب الاولمبي كان بقاله فتره كبيره جدا بيشتغل في صمت، محدش عارف انه حاجه، بيشتغل بالماتشات الوديه، بيشتغل مش عارف ايه، بعيدا عن الضجيج. فده دايما بقول توفر المناخ، لعيبه عندها هدف، جهاز فني مركز في اهدافه جيدا، ده النتيجه الطبيعيه. ربنا بيكرمها كمان بالتوفيق. يعني توقيتات حتى تشوف الاهداف وشكلها وتوفيق ربنا فيها، ربنا بيكافئ المجتهد. اللعيبه بتجتهد على قد ما تقدر واظهروا بشكل جيد جدا، منظمين قوي. يعني حته احنا كان ناس كتير بتتكلم قبل كده على منتخب مصر الاول وان ما بنلعبش الكره الممتعه، هو ادى درس الموضوع، مش ان انا الكره الممتعه افضل باصي 50 باصه في الهجمه والكلام ده، لا. صحيح. الايجابيه والتاثير والقوه والتحولات الهجوميه، يعني شايفين كلنا والعالم كله بيتكلم على ابراهيم عادل وشراسته في التحولات وايجابيته فيها، فحته الشو في الكوره ما بقاش الفينشنج بتاعه على المرمى كمان بشكل زي ما شفت بقى في اسبانيا. التاثير القصه مش ان انا اخد الكوره واعمل مراوغتين ثلاثه واقف على الكوره، الكلام ده ابتدى يقل تاثير في الكوره. فعشان كده كله بيتعاطف مع المنتخب، كله ابتدى يحس اللعيبه كلها رجاله على قلب راجل واحد، بدايه من حارس المرمى لخايف مهاجم الفريق كلهم. اسامه فيصل من ضمن اللعيبه اللي ما خدتش حقه عشان ما عملش ارقام كبيره، لكنه مؤثر جدا. وهو بالعكس هو الراجل اللي بيخدم على كل اللي حواليه ويسحب خط الظهر وبتاع. اول ما بتلاقي العناصر كلها بتبص على الهدف الاسمى اللي هو المنتخب، قبل ما كل واحد بيبص على ارقامه هو الشخصيه وتحقيق انجازات ليه هو الشخصيه، اعرف ان انت على الطريق الصحيح. صحيح. طب لو هكلمك النهارده الفروقات اللي ما بين منتخبنا وما بين منتخب فرنسا، يعني كورق طبعا منتخب فرنسا اقوى هجوم في الفريق، ملعبه وسط جمهوره كل العناصر، بتتكلم انت في اقوى هجوم واقوى دفاع والملعب وما دخلش فيهم هدف. يعني منتخب قوي جدا. انت بتلعب النهارده على فك شفره بقى منتخب فرنسا، لكن احنا علمتنا الكوره ان كل الحسابات دي بتتلغي من اول ما تنزل الملعب. بالظبط. بيبقى الموضوع مختلف خالص. وبعدين تصريحات هنري اللي بيتكلم فيها باحترام كبير جدا لمنتخب مصر، بعض الناس كانت بتقول لك ايه ده بينيم الناس عند بعض، لكن ده بيحفز لعيبته. طبعا طبعا. ان ايه عشان الناس ما ياخدش الموضوع مثلا، لكن ده برضك يديك حافز. انا عايز اقول لك احنا في منتخب مصر دايما في البطولات الكبرى عندنا حاجه، بعد المباراه الكبيره بالبلد كده يقول لك بنريح شويه، لكن كل لما بتخش على مواجهه قويه امام منتخب عالمي انت الحوافز والدوافع عندك بتكون اكتر، فبيكون نسبة احتمالية لعبك مباراة كبيرة وتحقيق نتيجة جيدة اكتر. خد بالك انت احنا دايما كده. لو تفتكر انا خفت العملاق الماتش اللي فات بعد ماتش اسبانيا عشان كده. ان احنا بعد ما تطلع الطب وبيحصل في اوزباكستان وقبلها يعني كان المستوى ما كانش يراضي الناس، لكن اوزباكستان كنت محتاج تكسب كسبت، بعد كده قدمت مباراة كبيرة امام اسبانيا، بعد كده كملت بتوفيق ربنا زي ما انت بتقول امام باراجواي. وانت قبل كده فاكر مصر قدام ايطاليا في كاس القارات، مصر قدام البرازيل طبعا، مصر قدام امريكا لا تنسى. زي ما انت فاكر يعني، وزي ما انت بتقول احنا دايما بنحب نلعب الماتشات الكبيره. مصر قدام بلجيكا، قدام مع مستر كان ماسك المنتخب مستر فيتوريا، تمام، كان ماسك المنتخب شفت كسبناهم 2-1. تمام. هو ما هي ده بنقول الدوافع بتكون اكتر. وبعدين يعني احنا حتى لو نشوف المباراه الماضيه قدام برجواي، اوقات كتير جدا في المباراه انت كنت بتموت الجيم، فالاوقات دي بيبقى المنتخب اللي صاحب الارض والجمهور وصاحب الصيد بيبقى دايما مستصعب انه يجيب الهدف، دايما بالزبط. متعجل انه يجيب الهدف، فكل ما انت بتاخر ده كل ما انت بتكتسب الثقه وهو بيبتدي يظهر عليه علامات التوتر فبيبقى بصالحك. فلو احد المرتدات التحولات بتبتدي تعمل خطوره بتبتدي تلاقي الحسابات اختلفت. فعشان كده دايما بطالب في المباراه دي بالصبر والهدوء، عدم التعجل ان انا اضغط عالي واضغط من فوق وغلط، لا لا لا، انت سمتك المميزه في البطوله دي ان انت ذكي في التعامل بره. يعني قد لا تكون الاقوى او الاسرع او الامهر، ولكن انت الاذكى. ودلوقتي الذكاء في كره القدم هو عامل مهم ومؤثر جدا في كره القدم، والوعي. الراجل زرع ده في لعيبه المنتخب، وشايفين ان المنتخب بيدافع ككتله واحده، وشكل التحولات تحس انها ليها شكل محفوظ، الموضوع ما بيجيش بشكل عشوائي او باقتضاء مهاره لعيب معين او لا، في شكل مميز، اللعيبه كلها محافظه على الوحده والكتله لخط الظهر، عدم الاندفاع اوقات حتى ما بتتهزش. يعني انت بتشوف بيخش فيك هدف، في بعض الفرق بيخش فيها هدف بتفتح الجيم قوي. صحيح. لا
انت مصر على التماسك، وده نوع من انواع الذكاء التكتيكي اللي اكتسبته اللعيبه ده، اللي بس اللي مش بس المكسب في البطوله دي، لا ده هتكتسب اللعيبه دي الوعي اللي هينفعها في مسيرتها الكرويه اللي جاي. فانا يعني ده يجب برضك ان احنا نشير ان الجهاز الفني كان ليه دور كبير جدا في هذا، ما نبخس حقه. الراجل الشغال جايبه عشان كده هو مدرب متمرس في المحافل الكبيره اللي زي دي، ومتمرس في البطولات الكبيره بشكل عام، والراجل ما بيحبش كتير الشو يعني. ما كناش بنسمع عنه كتير جدا في اول كتير، وبيشتغل في هدوء وفي صمت، وعارف التارجت بتاعه ايه وشغال ايه وامكانيات لعبته ايه وقدراتها وايه اللي يتناسب معاها، وبيعرف يتعامل مع اللعبه نفسيا. يعني حتى الكلام اللي ابتدى يتكلم فيه عن زيزو ان تاثيره لا يقل عن تاثير لما كان نيمار مع المنتخب البرازيلي عشان يعزز قيمه اللعب ويوري له ان انا مقدر قيمتك كلاعب ازاي. الحاجات النفسيه دي كنا نقول ايه المدرب المصري بس اللي بيعرف يتعامل فيها، لا في مدربين اذكياء، مش لازم اكون انا من نفس البلد عشان اعرف اتعامل مع اللعيبه بشكل ذكي جدا. الراجل تكتيكيا ذكي، وتعامله النفسي مع اللاعبين كمان تعامل ذكي جدا يعني. فاعتقد النهارده منتخب مصر بيفتقد لعيب اساسي زي احمد عيد، شايف النهارده مين الانسب ان هو يقود الجبهه اليمنى في المنتخب؟ اعتقد ان محمد طارق ممكن يكون هو الاقرب، ولا محمد شحاته بما انه يعني لعبها مع نادي الزمالك وكان بيجيد فيها بشكل كبير بصراحه. اكيد، لكن انا اعتقد ان هو شايف ان محمد شحاته عنصر مهم في خط الوسط، يعني انا شايفه ان هو متمسك بيه في تركيبه خط الوسط، وبيشوف ان هو لعيب عنده تعدد في الادوار. فاعتقد ان هو ممكن يشوف ان محمد طارق يكون اكثر صلابه دفاعيا اكثر منه لعيب يقدر يتقدم ويكون مفتاح لعب. اعتقد ان هو هيكون مهتم بغلق مفاتيح اللعب امام فرنسا اكثر ما يهتم ان اللي يلعب في المكان ده لعيب عنده قدرات هجوميه عاليه ويكون مفتاح لعب. واعتقد ان هو متمسك بان محمد شحاته، قصدك هدف ان هو هيبقى عايز يامن اكتر وانه مش عايز يفقد دور محمد شحاته اللي بيقوم بالدورين كويس قوي، الهجومي والدفاعي في وسط الملعب. اللي بيعمله في وسط الملعب يعني انت تبص تلاقي في المنتخب الاولمبي كله ما فيش حد دوره مشابه لمحمد شحاته في الحته دي. فاعتقد ان هو رغم ان هو ممكن يكون التفكير ده بيدعبه احيانا، لكن اهميه محمد شحاته في دوره في وسط الملعب تخليه مش مايل قوي للخيار ده. لكن دايما كده عايز اقول لك المدرب ممكن يفضل يرسم السيناريوهات وخلاص خد القرار، ممكن في اخر ساعه يغير قرار تاني. يعني انت عمال ترسم اخر، انت ساعات اللعيبه كمان بتتصاب في التسخين في قبل الماتش، فكل ده وارد يعني. لا وعنصر التخيل، يعني انا شايف لا هعمل كذا لو بعد كده يحصل مثلا حاجه، لا خلاص خلينا غير يعني وخصوصا لما بتلاعب منتخب كبير فعمال نسبه احتماليات كبير كبيره بالنسبه لك عم بتشتغل عليها، والراجل بس مش بيحضر السيناريو المباراه التشكيل هيبدا بيه، لا ده ممكن المباراه تحصل ازاي، طب ممكن لو عملت تغييرات، طب ده لو اتصاب ممكن ينزل. لو هدف انا ده انا احرزت هدف بيبقى عامل حسابه على كل حاجه. طبعا طبعا طيب. طبعا ويعني انا مبسوط ان كل حاجه بيتم التحضير ليها. يعني احنا كنا متخوفين وقت ضربات الترجيح لان دايما باوقات كتير ضربات الترجيح ما كانش عندنا كتير او الثقه ان لعيبتنا تقدر لا باين الراجل محضر للسيناريو كويس جدا وجايز جدا لجوء لضربات الترجيح والناس متدربه عليه بشكل جيد جدا. كل ده بيبين ان الراجل بيحضر جميع السيناريوهات، وانا دايما بحترم المدرب اللي بيحضر جميع السيناريوهات. ما فيش حاجه اسمها لا لا انا لازم اكسب في ال 90 دقيقه، انا لا ما فيش الكلام ده، لازم انزل اضغط اول ربع ساعه. لا الراجل محضر لجميع السيناريوهات. لو جايه فيه جون مبكر هعمل ايه، لو دخل فيها جون مبكر هعمل ايه. فانا عشان كده شايف ان الراجل ده ليه تاثير كبير جدا على الجيل ده من اللاعبين. طيب. يعني زيزو امبارح يمكن طبيب المنتخب دكتور طارق سليمان اكد ان هو جاهز او ان هو لائق من الناحيه الطبيه، لكن في نفس الوقت ده بقى اكيد هيرجع لقرار مستر ميكالي مع اللعيب. طبعا انت عارف زيزو يعني مش هيلعب غير لو هو خلاص مش قادر، زي ما انت شفت لو كان متصاب كذا مره مع نادي الزمالك هو بيدوس على نفسه ويجري، بس خلاص ما بتقف معاه خلاص بيطلع. فانت شايف النهارده ممكن يبدا بيه، ولا ممكن حتى لو هو زيزو قال له انا جاهز لا يعني يخليه كورقه رابحه؟ هو انا اعتقد انه هيخليه كورقه رابحه، لان هو هيسعى ان في المباراه كلها يخليها كلها منطقه صراع ومباراه تكتيكيه، وفي الوقت المهم ممكن يبقى هو الورقه اللي تنزل تغير مجرى المباراه. لكن بالبلدي كده يقول لك اما نزله وهو لسه في الموضوع منطقه صراع وقوه وتعب شويه، ما انا بقول ويكون الجيم فتح فتسمع بالفروقات. لكن لو نزلته من بدري هيخش في صراعات كتير وانت قلقان عليه بعدم الجاهزيه، فالتاثير مش هيكون اقوى. فاعتقد ان هو هيكون من الذكاء ان هو يدخل للوقت اللي ممكن يبقى فاصل نزوله فيه ويعيد النشاط والحيويه للفريق. لكن لو بدا برضه بالنسبه لك بامر طبيعي، بس دايما المدير الفني بيبقى خايف على لعيب مهم قوي، ودايما يعني هتلاقيه دايما قلقان، فهو مش عايز يحط اللود ده على نفسه من بدري ويحط اللود. طب افرض نزل واتصاب فهبقى خسرت ورقه مهمه، بدل ما يكون هو معايا ورقه قويه على الدكه تنزل ممكن هي اللي تجيب لي الجيم وتقلب لي الجيم. صحيح. فاعتقد ادخاره هيكون هو الخيار الاقرب منطقيا يعني للراجل. لو هنتكلم بقى ككوره بالبلدي بقى بطريقتنا احنا، هل النهارده منتخب مصر قادر ان هو يتخطى عقبة المنتخب الفرنسي ويحقق إنجاز تاريخي ويوصل للمباراة النهائية؟
قادر، لان انت منتخب تكتيكي مميز جدا، فرقه بتقفل كويس جدا من تحت، تمتلك حارس مرمى جيد جدا وتالق في البطوله بشكل لافت للنظر، بتلعب على التحولات بشكل جيد جدا، عندك لعيب متوهج في البطوله ابراهيم عادل متوهج جدا في البطوله، وعنصر التوفيق معاه. يعني احنا لو نفتكر برضك البطوله بتاع 2010 جده اللي هو في كل وقت بينزل، فدايما انت تستثمر الحاله دي بالظبط. فانت تكتيكيا منظم، عندك لعيبه من فوق بتدي الفوارق الفنيه بشكل جيد جدا، زيزو ابراهيم عادل، شايف ان اللعيبه حاسه كمان ان عنصر التوفيق معاها وان في توفيق من ربنا، زائد المنتخب ده عنده ميزه ما بنلاقيهاش كتير في اللعيبه المصريه، حته التصويب البعيد المدى، فبتقدر انت تستغل الكلام ده كله بشكل جيد كفارق فنيه. طبعا الفارق الفنيه للمنتخب فرنسا، لكن هل تستطيع الفوز؟ تستطيع الفوز، لكن الامر لن يكون بالهين، ومش عايز القصه تبقى برضك ضغوط زايده على لعيب المنتخب الاولمبي. بس هي المباراه عايزه شقه في الملعب طبعا، انت كلاعب كوره هي هتبقى شقه في الملعب، يعني عايزه تشقه في الملعب طبعا طبعا. وهو واللعيبه دي عندها الحته دي، يعني في لعيب زي ما بيقولوا ايه ممكن يبقى موهوب قوي بس بيتدلع شويه في الكوره، لا احنا المنتخب ده ما فيهوش الكلام ده، يعني على طول كل اللاعبين بتبذل اقصى ما في جهدها، بالعكس ممكن بيبذل جهد فوق الطاقه الـ 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 الطبيعيه بتاعته عشان يحسن مستواه، هو ده اللي مخلي الشكل الجميعي. يعني ممكن يبقى عندك بعض التحفظات الفنيه والتكتيكيه لبعض اللاعبين في الملعب، بس تكاتفهم بيداري عيوبهم بالظبط، فهو ده بيخلي الشكل في الترابط الواضح اللي ما بين اللعيبه، ان هم بيلعبوا على المستوى الجماعي بشكل مميز جدا. لكن انت بشكل عام متفائل ان شاء الله؟ باذن الله. وانا عايز اقول ان وجود لاعب بدور واهميه النني فارق جدا مع المنتخب، وفارق تاثيره الفني والخططي والقيادي في الملعب، لان يعني الدور الفني مهم والدور الخططي مهم والدور القيادي اهم واهم، بالذات للاعبين كلهم ما اخدوش احتكاك كتير، يعني في بعض اللعيبه ما بتلعبش بشكل اساسي مع انديتها، فكل ده بيبقى عايز لعيب قائد في الملعب، لعيب عنده حلول بره اطار الدوري المصري يعني كمان. طبعا طبعا. لا وهو الراجل فعلا بيأدي وتحس ان الكره معاه سهله، وبيأدي بشكل سلس جدا، وراجل برضك اتكلم عليه المدرب بشكل جيد جدا، وقال ان هو من اللعيبه اللي ليها تاثير قوي جدا مع المنتخب، وبيشتغل بهدوء مع اللعيبه، ما بي يعني ساعات بيبقى بعض اللعيبه الكبار الحماس بتاعهم بيخليهم عصبي بزياده مع اللعيبه الاصغر سنا، لا هو ذكي في احتواء والتعامل مع اللاعبين حواليه، وشفنا الفيديوهات بتاعت زيزو مع اللاعبين، وكل دي عوامل بتقول لك لا حاله التقارب في روح حلوه في المنتخب. وهي دي اللي مديها المؤشرات الايجابيه اكتر من الحاجات الفنيه. يعني احنا مش اللي مدينا التفاؤل بس الناحيه الفنيه، لا الروح دي هي بالظبط. عايز اعرف توقعاتك النهارده. يعني نتمنى الفوز باذن الله للمنتخب الوطني. هل المباراه تنتهي في وقتها الاصلي ولا ممكن نروح؟ لا اعتقد هتنتهي في وقتها الاصلي لصالح مصر ان شاء الله. نتمنى باذن الله. باذن الله باذن الله خير ان شاء الله باذن الله النهارده. يا استاذ احمد طب اروح معاك بقى لنادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده عنده مباراه، خد بالك انت عارف دايما مباراه الزمالك مع انبي بتبقى مباريات يعني ماراثونيه. بالظبط، اثاره ونديه ورخمه بقى بالنسبه لنا. مباراه يعني في طريق الزمالك، هو الراجل دلوقتي عنده طريقين بيمشي فيهم، ما بين الاستفاده من العناصر الواعده من الناشئين والمحافظه على تماسك الفريق وتماسك نتائجه. احنا شايفين، انا شايف ان في بعض المكاسب مهمه جدا الفتره اللي فاتت، انت لو كنت حاولت تجيب حارس مرمى مواصفات الشناوي محمود الشناوي انت كنت دفعت ملايين، فانت كونك الفتره دي بتساند تصعيد بعض اللاعبين وتديهم الفرصه وتديهم الثقه، ده بيغني عنك ان انت بالعكس ممكن تخش سباقات ماراثونيه على لاعبين تدفع فيهم عشرات الملايين، وانت عندك مشكله في النواحي الماديه مش هتقدر تعمل الصرف المبالغ فيه ده. فكونك تقدر في الفتره دي لعيب زي محمد السيد اثبت احقيه عاليه جدا، لعيب زي محمود الشناوي، لعيب انا برضك يعني حابب اعلق على نقطه، احنا شفنا مباراه منتخب اسبانيا نفس الخطا اللي قرره مدافع اسبانيا هو لام احمد رفاعي، فانا مش عايز برضك هي اما انا بقول فمش عايز الناس تبقى ضغط قوي على لا ده طبيعي، ولاعيبه كبار جدا ممكن تخطئ فده طبيعي، لكن بتكلم المستوى العام، لا المستوى العام في بعض اللاعبين مبشرين جدا مبشرين جدا. فانا شايف ان الصبر عليهم كويس، لكن انا شايف ان يبتدي دخولهم في الملعب يكون مثلا من 20 ل 25% صحيح. لان كثره عددهم بيبقى هو يعني انت اللي شايل الفرقه ولا الفرقه اللي شايلك. فانا يعني شايف ان ايه مشاركه عنصرين ثلاثه كل فتره خايف تثبيت اقدامهم وبعدين عنصر جديد هو ده الاصلح ليهم، لكن لما بيحصل كتير بتدخل خمس ست عناصر بيبقى التوازن مش في قوته قوي. فانا اتمنى النهارده في مواجهه قويه زي كده يواصل مثلا لعيب زي محمود الشناوي ومحمد السيد وبتاع تالقهم. طب انت شايف النهارده التشكيل هيخرج عن مباراه الجونه الاخيره ولا اعتقد ان هو يعني
بنسبه 90%. لا بنسبه 90% اعتقد ان هو نفس التشكيل، لكن ممكن التغييرات تكون بسيطه يعني في عنصر او عنصرين بكثير مش اكتر من كده. واعتقد يعني عايز اقول لك احنا ناس نسيت ان غياب العناصر المؤثره في فريق الزمالك وعناصر ليها ثقل كبير جدا، والناس بتتعامل ان لا طبيعي فرقه كامله لا بتتعامل ان لا في عناصر مؤثره جدا غايبه عن الفريق، سواء لاصابات طويله جدا او سواء في الاولمبياد وخروج بعض اللاعبين المهمه وسواء للاصابات قصيره، كل ده عناصر مؤثره. والراجل بيحاول رغم ذلك يعمل على تماسك الفريق وبالعكس تصعيد لاعبين يشيلوك الفتره الجايه. صحيح. فانا شايف ان كل دي مكاسب، ولكن دايما انا بقول ان الزمالك دايما بيبقى محتاج كتير يقتل المباراه، يعني تجيب جون وتفضل الماتش معرق واحد صفر، الفرص يعني هو ده اللي بيخلي الجيم صعب. لكن انا في اوقات كتير جدا رغم اني بلعب بلاعبين صاعدين وصغيرين في السن ببقى عندي الافضليه ان ممكن اخلص المباراه من بدري. صحيح. لكن بيبقى الدنيا مش بنفس لا لازم اتعلم برضك ازرع شخصيه الفريق الكبير في اللاعبين الصغار دول، ولازم حته عندي ان انا اخلص الجيم من بدري قوي واحرز الجول الاول والثاني والثالث واخلص الجيم وابتدي العب باريحيه عشان حتى تساعد المدير الفني لو عايز يدخل بعض العناصر الثانيه. لكن طول ما الدنيا مشدوده انا كراجل مدرب هبقى قلقان هنزل ازاي دلوقتي والدنيا لا. فانا شايف مهم كمان جدا العناصر اللي ليها ثقه في الفريق تبتدي تساعد في الانسجام بينهم وبين اللعيبه الصغيره. شايف ان كمان حته صناعه الفرق، يعني احنا لو نتكلم كده كنت بتشوف انت مثلا نقول عبد الله السعيد وناصر ماهر واحمد حمدي هم اللي بيساعدوا في تدوير الكوره، لا عناصر كتير منهم بقت تغيب ورغم ذلك انت بتحاول تحافظ على الهويه والشكل بتاعك وان انت بتقدر تستحوذ بشكل جيد جدا ولعبه الاستحواذ والمثلثات والكلام ده كله بتحاول فده مكسب ان انت ما تربطش شكل ادائك بلاعب او اتنين في الفرقه، لا ان دي تبقى هويه للفرقه، وده موضوع صعب لاختلاف الامكانيات والقدرات. يعني واحد زي ناصر ماهر او احمد حمدي او عبد الله الثلاثه اساسا عندهم القدرات دي بصوره غير امس اللعيبه في الدوري المصري زي محمد السيد او حسن مسامه لسه طالعين عايزين يكتسبوا من اللعيبه دي. فان انت بقى عايز توصلهم ان انت تحافظ على نفس شكل الاداء بالنوعيه وجوده ما وصلتش للجوده دي ده برضك من ضمن المكاسب المهمه. يعني الفتره الاخيره شايفين مصطفى شلبي وتطور اداؤه، الناس كانت دايما بتتكلم ان الراجل بيلعب بس على الخط وما بيخشش دايما فعال معاك في كل الماتشات كده. ما انا بقول لا يعني ما كانوا بيلوموا ان هو ليه اسلوب واحد بالظبط، لا دلوقتي بقى يخش مهاجم تاني وبيعمل الباص ويعمل الدبل باص لا بالزبط. ان مش بس خطورته كلاعب وهو معاه كوره، لا ابتدى كمان يكتسب حته التحرك بدون كوره وحته الانضمام كمهاجم تاني اللي فهو حته التطور هو دايما العلامه ليك ان انت على الطريق الصحيح. المشاكل اما بتحصل ان انا تحس ايه اللعيبه وقفت عند نقطه معينه. شايف ان كل ده مكاسب عديده الزمالك بيسعى ليها بقوه جدا. بعد كمان انت خلاص عوده اللاعبين من الاولمبياد هيبتدي يزداد الفريق قوه وتماسك بالزبط. وعوده ربنا يحفظ. لكن انت شايف ان سياسه مستر جوزي جوميز ناجحه بشكل كبير مع الزمالك طبعا في الوقت الحالي، ومش عايز يبقى فيه لود كتير قوي عليه، لان طبيعي ان يحصل من مباراتين ثلاثه وماتش يحصل فيه اهتزاز خصوصا بغياب كل العناصر بالزبط. دي فميبقاش فيه ضغط عليه زياده، يعني لازم ان تكون العين مراعيه للظروف اللي موجوده. يا استاذ احمد بشكرك، نورتني وشرفتني، وان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني. بتمنى لك كل التوفيق باذن الله شكرك. وان شاء الله نفرح كلنا النهارده ويكون يوم جميل على الزملكاويه وعلى منتخب ان شاء الله باذن الله. يعني مشاهدينا خلصنا كلامنا النهارده في نهارك ابيض، اكيد كل التوفيق لنادينا نادي الزمالك، وان شاء الله باذن الله لمنتخبنا الاولمبي تكون ليله مصريه خالصه النهارده يفرح فيها ويفرح بيها كل جمهور الكره المصريه. بشكركم على حسن المتابعه، اشوفكم دايما على الف خير.